ما قمت به وستتمكن من زيارة الموقع إذا أردتم حتى تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع. سأبدأ بالحديث عن سأتحدث عن شركتي الأولى. فكان لدينا بعض التحديات فالزراعة، والدي فلاحين، وواحدة من أكبر التحديات التي واجهناها هي نقص الوصول إلى البيانات لضمان أننا كفلاحين نستفيد من الموارد التي نطبقها ونستخدمها في المزرعة، وهذا بالأخص السماد والمياه. والتحدي الثاني الذي واجهنا ويواجهنا الآن في القارة الأفريقية وهو استخدام الغذاء بالشكل الأمثل، ومع ذلك أفريقيا هي القارة الوحيدة التي بها 60% من الأراضي الزراعية، والتحدي أننا لا نستطيع أن نستفيد من هذه الأراضي كلها، وهذا تحدي. وواحدة من التحديات نتيجة لأن الأرض تم إهدارها، لذا إدارة هذه الأرض هي من الأشياء الهامة الآن في هذه القارة. حلنا في شركتنا كان نحن قمنا بإنشاء حساسات بيئية لجمع المعلومات الخاصة بالتربة، واستنادا لهذه المعلومات نطبق السماد ونضع المياه، ومتى نقوم بهذا؟ وفوق كل هذا نحن نستفيد من المعلومات المتاحة عن طريق الأقمار الصناعية لضمان أن خلال دوائر الزراعة الفلاحين لديهم القدرة على الوصول للمعلومات الصحيحة للزراعة بشكل الأمثل. وبعض البيانات التي تمكنا من جمعها، وأولا كانت ملوحة التربة، وحينما ننظر أيضا إلى طريقة القيام بهذا، في الماضي إن كنت فلاح في منطقة ريفية وتريد أن تعرف نوع التربة في بداية دورتك الزراعية، فأنت وحتى تعرف نوع السماد وما هي المحاصيل التي يمكن زراعتها في أرضك، فعليك أن تبحث عن خبير. وإذا أردت أن تقيس خصوبة تربتك فعليك أن تأخذ عينة وتقوم بإرسالها إلى معمل، وعلى الأغلب يكون هذا في منطقة حضرية، وتنتظر مدة أسبوعين حتى تحصل على تقرير تقني، وبعد هذا يأتي من متخصص ويصف لك ما يمكن أن تستخدمه في أرضك وما نوع المحاصيل التي يمكن أن تزرعها. ونحن توكلنا من التخلص أو تقليص كل هذه المهام، وذلك من استخدام الحساسات، فاستطعنا أن تقدم هذه المعلومات خلال 3 دقائق فقط، وهذا هو التعريف الصحيح لقوة إنترنت الأشياء. فنحن استخدمنا الحساسات في جمع كل هذه البيانات، وقمنا أيضا ببناء تطبيقات تساعد الفلاحين، والفلاحين تمكنوا من التوصل أو استلام رسائل نصية أو على الإيميل خاصة بالدورة الزراعية، وفي النهاية تأتي لهم البيانات الصحيحة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب. ونحن تعاوننا مع فلاحين في كل أنحاء أفريقيا. الآن نحن في نيجيريا وكينيا وأوغندا، ونحن نتوسع أيضا الآن في أثيوبيا، ونحن نتمنى أن يكون هذا حل يستخدمه الفلاحين بشكل ذكي في كل القارة، خصوصا المناطق الريفية يمكن أن تستخدمه
تستفيد منها حتى تحسن من القدرة الزراعية في كل أنحاء القارة وكل أنحاء البلاد. والمثال الثاني الذي سأشاركه معكم بخصوص المياه. الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن في أغلب البلدان في قاراتنا في الوقت الحالي ما يقرب من 50% من المياه تأتي من المصدر، وهذه مياه يتم تجميعها وهي تأتي من المصدر. 50% يتم إهدارها في الطريق قبل أن تصل إلى المستهلكين، والسبب في هذا إدارة البنية التحتية بشكل سيء والتسريبات وأيضا خسارة المياه خلال شبكات المياه. ونحتاج أشهر حتى نعرف مصدر المشكلة، فإذا احتاج الأمر لستة أشهر حتى نحدد مصدر تسريب المياه فأنت ستتخيل قدر المياه التي يتم تسريبها. والقضية الثانية التي تأتي أو المشكلة الثانية هي أن استخدام المياه نحن نخسر الكثير من المياه.